درسنا اليوم كان عن المستقبل. لما تكبرون شنو تبون تصيرون؟ تخيلوا معاي أي شيء. أي شيء؟ أي شيء. حنا نستثمر في عيالنا لأن أحلامهم ما لها حدود. وشغفهم للاكتشاف يفتح لهم دروب لصنع المعجزات. وإبداعهم يخلي الخيال يصبح حقيقة. وطموحهم يوصلهم لأبعد مدى. حنا نستثمر فيهم لأنهم عقول مبدعة تخلي الطبيعة تزهو وتزدهر. كل هذا بدون ما ينسون تراثهم. حنا نستثمر في عيالنا لأنهم المستقبل.